اللوكاندا الحمراء يعني أقدم وأشهر معالم منطقة المكس في محافظة الإسكندرية، يعني فيلم رصيف نمرة 5، يعني فيلم الهجامة، يعني 200 سنة أصالة وعراقة عايشين معانا لحد دلوقتي. اشترك معايا في القناة، فعل زر الجرس على الكل، لايك، وتنزل في التعليقات تقولي حضرتك كنت اللايك رقم كام، وتعالى أقول لك حكايتها من سكانها الأصليين. شاهد عيان على عصور مختلفة كان لونها بيميل للون الأحمر، فأربع أدوار من الطراز اليوناني والإسلامي عايشين معانا لحد دلوقتي من أكتر من 200 سنة، من يوم ما اتبنت في أواخر القرن ال19 في عهد الوالي سعيد باشا. كانت بالأساس لوكاندا يملكها اليونانيين، وكانت المكان المفضل للجاليات اليونانية والإنجليزية والإيطالية لإقامة حفلاتهم فيها. الشاطئ اللي لوكاندا مبنية فيه اللي حضراتكم شايفينه في الصورة دلوقتي كان اسمه شاطئ ديمتري، وكان مخصص لنزلاء اللوكاندا، وكان الشاطئ المفضل لكل الأجانب اللي عايشين في اسكندرية في الوقت ده. وفي الخمسينيات ومع جلاء الأجانب عن مصر اتحولت لسكن للأهالي. لقينا حد موجود اهو، تعالوا نستأذنوه ان احنا نصور معاه. لو سمحت لو سمحت ممكن اصور مع حضرتك؟ تحت امر حضرتك. الله يخليك، اتشرف بيك. ابراهيم مصطفى. ابراهيم اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك، برحب بيك من جديد. اهلا بيك استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك استاذ مراد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في المكس في اللوكاندا الحمراء. اللوكاندا الحمراء، الشارع ده اسمه شارع المكس؟ ده شارع نقطة بوليس المكس. بالظبط، شارع نقطة بوليس المكس. تمام. وشارع المكس اللي هو الموازي لينا. تمام. البيت رقم كام؟ رقم 33. 33، يعني اللوكاندا الحمراء عنوانها 33 شارع بوليس المكس، شارع نقطة بوليس المكس اللوكاندا الحمراء، نقطة بوليس المكس في منطقة المكس. صح كده؟ صح. تمام. يعني حضرتك ساكن فيها من امتى؟ انا ساكن من سنة 90. من سنة 90، عمر برضه. من سنة 90. 90 طيب. بالنسبة للناس اللي هنا انا جديد كده، يعني في ناس اقدم مني بعمر. والله يا بالنسبة لل 200 سنة بتاعت العمارة احنا كلنا جداد. طبعا. طيب يعني احكي لنا بقى، احكي لنا ايه تاريخها، ايه اللي تعرفه عن اساس العمارة من اول ما اتنشأت. هي العمارة بقى لها 200 سنة او اكتر من 200 سنة كمان، مش 200 مبنية اكتر من 200 سنة. اكتر من 200 سنة. عمر كبير. كانت لوكاندا للانجليز ايام الاحتلال الانجليزي، اتصور فيها عديد من الافلام، فيها ابيض والاسود، وفيها افلام حديثه، وفي يعني بقول لك تاريخ. يعني عشان هي مكان مشهور، فمعظم الافلام السينمائيه كانت بتتوجه، معظم الافلام اللي بتتصور في اسكندريه بياخدوا لقطات في المكس، يعني سواء في اللوكاندا او قدامها من على البحر او من هنا. يعني من معالم اسكندريه. من معالم اسكندريه. زي ايه الافلام اللي اتصورت؟ زي ايه الافلام اللي اتصورت؟ فيلم رصيف نمره 5، فيلم الهجامه، وفي افلام ثانيه في الابيض والاسود انا مش متذكر اسمها حاليا. بس في افلام من الجديده، هو كان في اخر فيلم كان بيتصور فيها الله يرحمه علاء ولي الدين، ده ما اكتملش. كان اسمه فيلم اسمه العربي تعريفه. ده ما كان يعني ما اكتملش، كان اخد فيها مشاهد هنا برضه. خساره، قيمه كبيره طبعا. فده كان اخر حاجه بتتصور فيها لعلاء ولي الدين الله يرحمه. وبلتيه العايمه. بلتيه العايمه لا، ما كانش في المكان ده، كان في الكباين. في ناحيه الكباين، ناحيه المكس قدامنا. كان متصور قدامنا من الناحيه الثانيه مسلسل ريا وسكينه، لقطات منه كتير اتصورت هنا. الوش بتاع اللوكاندا الحمراء اللي هي على البحر كان متصور فيه مسلسل ريا وسكينه. يعني سمية الخشاب بقى والناس دي، الناس اللي كانوا عايشين فيها الاجانب، ولحظه خروجهم من مصر وانتقالها بقى انها تبقى مباني، انها مبنى بيسكن فيه مصريين. لوكاندا للانجليز يعني كانت لوكاندا وفندق ومسرح، وكان فيها يعني فيها حاجات كتير. يعني هي كانت لوكاندا للاجانب اللي كانوا بيعيشوا في مصر وبيعيشوا في المنطقه دي، يونانيين وايطاليين. بغض النظر عن المكان، هو الجو هنا جو مختلف عن اي حته في اسكندريه. طبعا حاجه رهيبه. المكان ده تحس انه بيسحر، ما مش مكان طبيعي. شفت الوش مهما لفيت توقف جوه الميه، مهما لفيت مهما رحت في اي مكان تاني، حاجه تشدك للمكان دوت. اللي يجرب القعده هنا لازم يرجع لها تاني، ما يعرفش يبعد عنها. مكان جميل طبعا، مكان جميل. طيب هي وضعها دلوقتي ايه؟ هل مثلا فيها سكان ولا السكان بدات تقل؟ لا، سكانها موجودين. موجودين، يعني برضو مشغوله بالسكان والناس موجودين فيها بيعيشوا فيها.
كلها سكانها موجودين فيه، اللي بيروح وبيرجع يعني لكن متواجدين، وفي بعض الاسر مقيمه فيها حتى الان. يعني مبنى يا جماعه متخيلين مبنى ليه اكتر من 200 سنه ولسه الناس عايشه فيه، يعني دي حاجه رهيبه جدا. كلمني على طريقه انشائها وبنائها، يعني هي مبنيه من ايه؟ من 200 سنه ده ما كان فيه ايه بيتبنى بيه يعني؟ هي السقوفة بتاعتها كلها خشب، بس مش خشب خشب بس، هي خشب ماشي معاها قضبان زي قضبان السكة الحديد كده، قمر حديد ماسك السقف من اول البيت لغاية اخره من الناحية التانية للبحر. ده كان ليهم فكر بقى في البناء. انا شايف حتى البلكونات شكلها يعني طرازها جميل جدا. لا حاجة يعني ما يغركش ان هي بقى لها 200 سنة تعيش 200 سنة تاني وما تتهزش وما يحصلهاش اي حاجة. يعني احسن من الاعمار الجديدة 100,000 مرة. يعني عايشة كفاية انها عايشة 200 سنة، يعني ده اثبات وشهادة ليها ان هي حاجة قوية جدا. يعني احنا اتشرفنا بحضرتك جدا واسعدتنا جدا الحلقة دي، يعني تعبناك معنا. ربنا يخليك يا استاذ مراد، فرصة سعيدة جدا 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 لحضرتك. نقول للناس بقى يتابعونا علشان ان شاء الله الحلقه تعجبهم. ان شاء الله الناس تتابعنا، وانا هتابعك برضو وهبقى معاك على القناه على طول. شرف لينا. هتنزلها امتى ان شاء الله؟ يعني يومين بس نجهزها وان شاء الله نبدا نذاعها ان شاء الله. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. ربنا شاكرين جدا، ربنا شرفت بيك. اللوكاندا دي حاجه عظيمه جدا، وحضرتك هناك هتحس ان انت عديت من بوابه الزمن ورحت المكان وزمان مختلفين. هنا كان الانجليز وحفلاتهم، وهنا كان اليونانيين وقوادهم، حاجه كده عايشه من ايام الملك فؤاد والملك فاروق. جنب اللوكاندا الحمراء اللوكاندا الصفراء، وجنبهم مطعم زفير زي ما هو باين في الصورة قدام حضراتكم، والمربع ده كله كان ملك لشركة يونانية اسمها كوستا كامباني لصاحبها رجل الأعمال اليوناني الشهير كوستا. لما مات عم كوستا ده بقى ورثوا اتنين يونانيين، واحد اسمه مخالي وواحد اسمه ديمتري، وديمتري بقى ده اللي تسمى على اسمه الشاطئ. طبعا اللوكاندا مقيدة في مجلد التراث بالمدينة، ولكنها ليست ضمن المباني الأثرية ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار. اللوكاندا الصفرة بقى دي كمان ليها حكاية، كان دايما نزلائها من كبار زوار الأسكندرية، وكانوا بيسكنوا في الدور العلوي، وكان الدور السفلي مخصص للخدم والسائقين والوصيفات. أما عن اللوكاندا الحمراء في الأفلام المصرية، فبدأت شهرتها لما تصور فيها فيلم رصيف نمرة 5، لما كانت بيت محمود المليجي رئيس العصابة، وكمان اتصور فيها فيلم الهجانة بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان هشام سليم، ودايما كانت بتستخدم كوكر للعصابات. من المقرر هدم اللوكاندا الحمراء ضمن مشروع إنشاء ميناء المكس، وتم بالفعل حصر سكانها والبالغ عددهم 7 أسر تمهيدا لتعويضهم. في النهاية يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وياريت ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك كل جديد، وياريت لايك وننزل في التعليقات نقول حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. وما تنساش تتابعنا في البث المباشر كل يوم جمعة الساعة 8 مساء على قناتنا البديلة مصر الجديدة مراد محمود، هكون مع حضراتكم لمناقشة أهم الأخبار خلال الأسبوع، وكمان هنرد على جميع استفسارات حضراتكم. ياريت تشرفني دلوقتي بالاشتراك في قناة مصر الجديدة مراد محمود، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار وقت بدء البث. هسيب لينك القناة لحضراتكم في صندوق الوصف تحت، وكمان هسيب لكم مجموعة فيديوهات عن مشاريع القومية في محافظة الأسكندرية، وشكرا لكم.